عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رؤيته لتطوير منظومة التعليم بشكل شامل على الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عرض الجهود المبذولة لإقامة المدارس اليابانية في مصر وتجهيزها لبدء الدراسة بها، فيما وجه الرئيس بتشكيل لجنة مختصة لاختيار التلاميذ والمعلمين المناسبين لها بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة. سيادة العميد، كيف تقرأ اهتمام مؤسسة الرئاسة بمتابعة ملف تطوير التعليم وخاصة إنشاء المدارس اليابانية؟ لا شك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي أهمية كبيرة لهذا الملف، وفي زيارته اليابان يعني اهتم حتى بزيارة المدارس اليابانية، لأن هو معروف أن حضارة الأمم تبنى بالصحة والتعليم. ملف التعليم يعني شيء ممتاز أن هو بدينا ناخد فيه خطوات جديدة، وفكرة أن يكون لدي المبنى على مستوى عالمي والمدرس والتلميذ والمنهج اللي هي يعني كامل عناصر العملية التعليمية. أعتقد أن وفي ميزة لما الرئيس بيركز في ملف مؤسسات الدولة بتهتم بيه، فنتمنى أن في اللي جاي كله نتكلم كتير عن إنشاء مدارس جديدة، إنشاء جامعات جديدة. ملف التعليم والصحة بدونه مش هيبقى فيه يعني مصر اللي احنا بنتمناها واللي الرئيس بيتمناها.